سالي، وإلى مساحتنا الأخيرة، حيث أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من القرارات سمحت بموجبها لمعظم القطاعات بالعودة إلى العمل. وهنا نسأل، هل انتهت كورونا أم لابد أن تستمر عجلة الحياة لكن بشروط صحية مناسبة لهذه المرحلة؟ معنا الدكتورة أكرم الأحمر، اختصاصي النسائية ومداواة عقم، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يا صباح الفل سيدتي، أهلا إرمين. سعد صباحك دكتور أكرم، كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الرمال، وأكيد رمضان كريم عليك. خلينا نحكي بداية هيك على هالفترة اللي نحن مرينا فيها. خلينا نعتبر هيدا الفترة مثل فترة هيك وقفة مع الذات للالتزام بجميع الإجراءات اللي ممكن تقي صحتنا وسلامتنا. نحكي هيك بشكل عام عن كورونا، خلينا نحكي وكيف هيك عم نتجاوز هيدي المرحلة بالوعي والإرادة. سيدتي الكريمة، أولا مقدمتك ومقدمة نرمين كتير جميلة، أنه هل نحن خلصنا من كورونا ولا لازم. خلينا نحن اتفقنا من أول يوم بمقابلاتنا أنا وإياكم مع مشاهدينا، أنه نحن لازم ما نكون هليعين، لازم نكون حذرين. أوكي، ولهلأ لساته هذا العنوان العريض لسبب وجدا هام. أولا نحن عم نتعامل مع مرض جديد ما صار له 4 شهور. تمام. من صفات الأمراض الفيروسية غير الأمراض الجرثومية، نحن نعرف عن الكائنات الممرضة هي جراثيم أو فيروسات بشكل أساسي. من صفات الأمراض الفيروسية سيرتها، السيرة تبعيتها سيرة غامضة، فما بالك بمرض جديد. بمعنى من أهم النقاط اللي بدي أذكرها بهي النقطة، أنه نحن عم نتعامل مع مرض وبائي. غالبا الأمراض الوبائية، وهي النقطة برجو أن كتير نركز عليها، غالبا ما تأتي بشكل موجات. أوكي، يعني هلأ لما بيطلع تصريح ما من دولة ما عندها إصابات كتير بتقول تجاوزنا الذروة، هلأ هذا الكلام هو كلام من جهة سياسي اقتصادي، ومن جهة في بتدخل في بعض المعادلات الرياضية والخوارزميات يلي بتقول انه الشخص ممكن يعدي كم واحد بهالبيئة هي بهالطقس هاد، بتم حساب احتمالات بنقول تجاوزنا الذروة، بمعنى انه صار في عنا ثبات تقريبا او تراجع بسيط بعدد الاصابات اليومي وبعدد الوفيات. فبنقول تجاوزنا الذروة. اوكي، تجاوزنا الذروة، ولكن هل نحن في عنا اي ضمانة على الموجودة بين ايدينا، سواء غير بالتمني انه نحن ما يصير في عنا موجه ثانيه؟ ما في اي ضمانه على الاطلاق. فاذا نحن امام مرض، برايي الشخصي الطبي والمهني، انه نحن امام مرض اذا لم ما يطلع له لقاح، وهذا لن يكون متوفر على الاقل نصف السنه القادمه، لانه نحن كلياتنا بنعرف انه بده اللقاح، يطلعوا تجارب على الحيوانات، بعدين تجارب على مجموعات متطوعين من البشر ليتم انتاجه بكميات ليتم توزيعه كل دول العالم. هذا اذا لم يتم تسييس القضيه اصلا. توزيع اللقاحات بالعالم بنعرف خلال السيطره على منظمه الصحه العالميه والدول الغربيه يلي هي تقريبا بالمجمل هي دول عدوان وحرب على سوريا. فاذا ما لم يتم ايجاد لقاح او ايجاد علاج لحدا اصيب، إذا نحن لا نملك إلا شغلتين: ازدياد الوعي، ازدياد الحذر، وليس الخوف. هذا بيتجلى بشغلتين مهمين كتير. أول شغلة، أولا أخذ المعلومة من مصدر الصحيح. نعم. يلي هو الفريق الحكومي المختص في وزارة الصحة السورية. تمام؟ هي الإشاعات اللي بنسمعها شيء لا يوصف، وهلأ بنحكي عن شغلات تانية. الشيء الثاني الالتزام بالتعليمات، لأنه هن الأدرى، هن اللي عندهم التفاصيل يلي بتحكم عملنا، نحن عملنا اللي سوف يعني يتأتى عن المعرفة. هي المعرفة ما بتجي غير منهم. نعم. فلذلك هلأ منشوف بأحد تصريحات ترامب الأخيرة الحمقاء، يعني يلي مثل ما بيقولوا أنه أحمق بزت حجر ببير، بده 100 عائلة حتى ينظف مية البير بعدين. لما حكى من 4-5 أيام أنه مشان حقن المطهرات، المواطنين أنفسهم بالمطهرات، حقن المواطنين بالمطهرات. هاي يعني هلأ قامت الدنيا وقعدت بأمريكا بس لحتى يفهموا العالم، واضطر هو يطلع ويكذب على الناس أنه هو عم يكذب أو يسخر من الصحفيين. هذا الكلام غير مسؤول، هذا كلام اقتصادي سياسي بخص كل بلد، مو علمي، ليس علمي على الإطلاق. بذلك هلا بجد خليني احكي بكل فخر انه نحن الدول اللي تعاملت بشفافيه مطلقه، ولا بدي احكي نقطه هامه،
إذا بتسمحوا لي، بشفافية مطلقة هي روسيا والصين وسوريا بهذا الموضوع. نعم. إنه كانت واضحة كثير. هلا نحن كلياتنا نحن بين الناس وبنسمع إنه معقول ما عنا غير عدد هالإصابات، معقول الدولة ما عم يخبرونا هيك الناس عم تحكي، أغلب الناس عم تحكي. لك خلينا نقول تعالوا نتفق على كلمة سواء، يا ابن سوريا الحبيبي تعالوا نتفق على كلمة سواء. وزارة الصحة بسوريا ما لها مصلحة غير تقول الحقيقة، لسبب جدا بسيط ذكرناه وهلا بنرجع نعيده، إنه نحن إذا بتخبي وزارة الصحة وبصير عنا وقتها سوريا مصدر بؤرة وباء كبرى إقليمية بالمنطقة، هذا سيقع عقوبات على عاتق وزارة الصحة وعلى الحكومة، وسيتم تفعيل أحد مواد إنه الجرائم ضد الإنسانية، إنه هي مع ويتأتى عنه أيضا إنه ما توصلنا معونات بالرغم من الحصار. الحكومة السورية وزارة الصحة متحاول وعم تقدر توصل بعض المعونات، توصلنا لا بالأجهزة ولا بالأدوات الطبية ولا بالمؤتمرات ولا بالمعلومات، هذا سيتأتى عنه شيء كبير. فلذلك ما له مصلحة وزارة الصحة السورية غير تقول فعلا الحقيقة وبشفافية. إذا خلينا نسمع لها وبعدين نتفاهم إنه كيف بدنا ننفذ التعليمات. دكتور حضرتك حكيت انه الحذر واجب، بالبدايه كنا عم نتعامل مع فيروس كورونا بالحجر المنزلي واتباع الاجراءات الوقائيه، اليوم بعد عوده قطاعات واسعه الى مجال العمل، كيف ممكن نتعامل مع الفيروس؟ لازم نضل لابسين الكمامه والكفوف؟ تماما، هلا نحن قلنا بالحجر المنزلي، اوكي؟ الحجر المنزلي لغايه هي اللحظه وبرايي الشخصي سيبقى لفتره قادمه، على بعض الشرائح يجب أن يبقى الحجر المنزلي. نعم. تمام؟ هلأ كانت الفكرة الأساسية الأول هو العزل الاجتماعي، إنه الناس كلها بتقعد وما في شغل وما في عمل ولا جامعات بلا بلا بلا، أوكي. نعم. هلأ اكتشف أو تبين إنه يكفي التباعد الاجتماعي وليس العزل الاجتماعي. برجع بقى لسؤالك نرمي، إنه التباعد الاجتماعي هلأ نحن موجودين، هل يجب علينا نحن كل شيء الفريق الموجود بالاستوديو انه نكون نحن حاطين الماسك الكمامه على وشنا؟ نعم. لا، بنقول بالتباعد الاجتماعي نحن ما انا مضطرين الا اذا كنت انا شاكك انه في عندي اعراض، بجوز ما تكون كورونا، بجوز ما تكون كورونا، وقتها بدي احميكم واحمي محيطي وقتها بلبس انا الكمامه او العكس اذا موجود منه. بالنسبه للقفازات، بالنسبه باي ذا واي بدي أقول معلومة جدا هامة، دراسة طلعت آخر شيء من 3 أيام بتقول إنه في حال 60% من الشعب، أي مجموعة يعني 60% تلتزم بلبس الماسك وبشروط النظامية، وهي بدها حلقة خاصة شروط النظامية ونمثلها، طريقة مسك الكمامة كيف نمسك الكمامة والتعامل معها وكيف نحطها وكيف نشيلها. إنه إذا 60% بتوقف انتشار الفيروس، ما بيلتغى من الطبيعة ولا بيلتغى من الأجسام البشرية، يتوقف انتشاره للفيروس اذا 60% من الناس بيلبسوا الكمامه. برجع لموضوع الجلافز، الكفوف، لا بقول الكفوف هي واجب على جميع العاملين بالقطاع الصحي ومن يزور اي مؤسسه صحيه، يعني بمعنى انه انا كطبيب لازم اكون لابس الكفوف، الممرضات السكرتيرات يلي مش عم يشتغلوا باي مركز صحي، واي حدا بيراجع هذا المركز بقول انا الكفوف لابد منها. الماسك حكما ضروريه بهيك قطاعات ام بهيك اماكن يعني. اما بفكره التباعد الاجتماعي بقول يكفي التباعد حوالي متر ونص لاي مجموعه اصحاء لا تظهر ما عندهم اعراض ولا عندهم اصابه. بالرغم من وجود شريحه من الناس وخاصه الشباب قد يكونوا حاملين للفيروس، تمام، ولكن لا عرضيين على الاطلاق، ممكن يكون هو معدي ولكن هو غير عرضي، فلذلك ما بيعرف حاله. بنرجع وقتها لسؤالك يلي هو العزل الاجتماعي هلا ما بقى مطلوب غير لبعض الشرائح هلا نحن نذكرها اذا معنا وقت. اما التباعد الاجتماعي انا بتهيأ لي بالمدى المنظور سيبقى مستمر وهو ضروره اساسيه. خلينا نقول شغله مو غلط، عفوا دكتور، نتركه اسلوب حياه، يعني نحن تعودنا دائما نغسل ايدينا، نعقمها، نترك مسافه بيننا وبين المحيط، خلينا نحافظ عليهم. الغسيل التكرار المتكرر، السعال الادبي، خلينا نقول انا سعلت او عطست
بيكون معي محرمة بنظف فيها وبكبها بكيس مغلق، ولما بدي اتناول الكيس بتناوله من السطح الخارجي وليس بمد ايدي شيء لجوا لما بدي احاول اربطه. يعني هلا لاحظوا انه نحن عم نحكي سيداتي عن تفاصيل صغيره ولكن قد تحمل فرق كثير كبير. أكيد جدا أكيد. وخلينا نقول معلومه بسيطه، ولايه مثل نيويورك بامريكا بحاجه ل 42,800 منفسه، لغايه 15 يوم كان فيها 4,200. هي عم نحكي عن ولايه نيويورك ببلد مثل امريكا، تمام؟ فما ببالك نحن بسوريا بالحرب الظالمة القذرة اللي كانت على سوريا، 50% من المراكز الصحية بسوريا تم تدميرها أو طلعت خارج الخدمة، الحصار المرعب القاسي الحقير على سوريا. فلذلك خلينا نكون حريصين، نحن ما نقد حمل وبائي بسوريا بسبب الوضع والظروف والحرب الاقتصادية. نعم سيدتي، يعني هذا الحديث اللي عم تحكيه دكتور أكرم كتير مهم، ومثل ما تفضلت حكيت أنه نحن ما لنا جاهزين 100%، لهيك نحن لازم نحن قدر ما نستهتر، كان عم نعمل أكثر من اللي علينا. صح، نحن ما لازم نستهتر، وخاصة طبعا بمسافة الأمان. يمكن هذا الوباء خلينا نقول هو وباء خطير، ولكن علمنا الكثير من العادات الصحية خلينا نقول، مثل أنه التزام المسافة الأمان، حتى السعال بطريقة حضارية، العطاس، الانتباه للأعراض. سالي، انتباه للأعراض، يعني أنا ما بيمنع أنه إذا بصير معي شوية حرارة عالية، سعال جاف، آلام بالصدر، تعب، ولقيتها تطورت، أنا ببدأ فيني أقول مثل ما حكينا، فيني أبدأ أنا ولا أي واحد أنه نبدأ أعزل حالي عن اجتماعيا بالبيت. ما بصير شيء إذا ما نزلت على شغلي ولا قدمت إجازة وهيك، أنه بعزل حالي بالبيت. هلأ هون في تفاصيل أنه كيف أعزل حالي بالبيت، هي بدنا كمان إذا في وقت بنحكي فيها. طيب، بعزل حالي بالبيت، إذا لقيت تطورت القصة فورا بتوجه لأقرب مشورة صحية، ممكن تكون تليفونيا بالأول، وخاصة وزارة الصحة حاطة هات لاين إنه خطوط ساخنة للواحد إذا بده يحكي فيها يستفسر على الأقل، وفي أو قادرة إنه تقدم المشورة الصحية بمنزله لمو المصاب بكورونا يلي مصاب ببعض الأعراض يلي قد توجه إنه هو عنده كورونا. فلذلك بنلاقي مثلا العزل بالبيت، انه انا بقعد وقتها بقعد بغرفتي بالبيت، بعتمد التهويه الشديده لغرفتي، هي جدا جدا هامه. هلا بلشت تشمس كثير، انه بحاول اتعرض للشمس بدون ما اتعرض لبيت اهل البيت، انه انا على طول حاطط الماسك، بدي اروح على الحمام او المغسله ما بكون بتماس ابدا مع بقيه اهل البيت، هن بيساعدوني بيأمنوا لي متطلباتي بدون ما يكون في التواصل الحميمي موجود، وبعزل حالي بغرفتي. منقول عن طريق التناول الطعام، أوكي فيني اتناول الطعام لأنه هو الفيروس لا ينتقل عن طريق الأطعمة، ولكن ممكن ينتقل عن طريق الأدوات يلي ممكن نستعملها نحن. فلذلك نكون حريصين. هلأ إذا بنرجع سيدتي إذا اللي حكيناه هو تقريبا نحن من آدابنا بالطعام الموجودة، بس هلأ نركز عليها أكثر ونمارسها أكثر بمسؤولية أكثر، نطلع من هاي الأزمة، أزمة عالمية كبرى ستغير وجه العالم اقتصادياً سياسياً بالمحاور عم تتشكل بالعالم. ما نستغرب أنه دولة مثل إيطاليا أعلنت إفلاسها قدام كورونا بسبب كتير كبير، أولاً زيادة عدد الإصابات وعدم الوعي له ببدايته والاستهتار بشدة فيه، ثانياً إصابة القطاع الصحي، حوالي 18% من العاملين بالقطاع الصحي بإيطاليا أصيبوا بالفيروس. فهذا يعني أنه مين بده يعتني بمين. فلذلك نحن علينا مسؤولية كبيرة، نحن كأطباء، أنتم كإعلاميين، كمنظمات مدنية حكومية، نشتغل على هذا الموضوع، نسمع تعليمات مؤسساتنا الحكومية وما نأخذ شائعات، وخاصة شائعة انتشرت كثير كبير بالفترة الأخيرة أنه شرب الكحول، لا يعني شرب الكحول أنه بيعقم الجسم. قام صار في عنا بأحد البلدان المجاورة 700 حالة وفاة نتيجة تسمم الكحولي، ما راح الكورونا منهم بس تسمم وفيات بالتسمم الكحولي. فبنسمع إشاعات عجيبة غريبة، مع العلم انه المعدل الوسطي للاشاعات للاستخدام اليومي، هي رح اقول معلومه هلا، على بس تطبيق الواتساب بمشان كورونا حوالي 1,200,000,000 معلومه غلط باليوم الواحد عم تروح عبر الواتساب للناس بالعالم حول العالم. فلذلك انه فعلا هي دوامه، فلذلك تعالوا ناخذها من قصيره، شوف شو التعليمات اللي عم تطلع، نثق بحكومتنا بالفريق الحكومي المختص وننفذها لهي التعليمات، ونثق بالمعلومات ونثق بشفافيتها بعرض الحالة على الناس. فلذلك نحن هيك وقتها بنطلع بأمان. وبتهيأ لي أنا إذا نحن إن شاء الله ما دخلنا بموجة تانية
مثل ما قلنا انه الامراض الوبائيه ممكن تدخل بشكل موجي، موجات تجي. نعم. نحن يمكن ما بقى نفوت بموجه ثانيه، بشرط برجع للمقدمه انه نحن بلشنا ترجع يفتح المؤسسات والعمل. نعم. والدوام. اهم نقطه يلي عنده الشك يضل ببيته ويراجع مؤسسه صحيه، اقرب مؤسسه صحيه. نعم. ونحافظ على التباعد الاجتماعي. نعم. كله ملحوق، بكره رمضان ملحوق، ان شاء الله القادم الاعياد المناسبات كلها ملحوقه، منعوض ان شاء الله ان شاء الله. دكتور بالختام ممكن نوجه نصائح لكل يلي عم يحضرونا، خصوصا يلي عم يطلعوا برات البيت يحتكوا باشخاص ثانيين، وبدنا نخص المراه الحامل اكيد بنصائح خاصه. المراه الحامل هلا هي دخلت ضمن تصنيف منظمه الصحه العالميه، دخلت بتصنيف انه هي الشريحه غير المحصنه. طيب هلا بمعنى انه هذا يستدعي انه انا اتعامل مع المراه الحامل، مع العلم المعلومات بتقول انه الفيروس ما بينتقل، اذا مراه حامل ما بينتقل لجنينها ولا ينتقل الى وليده اوكي اثناء عمليه الولاده، ولكن المراه الحامل بتصير مرضع. صحيح. اذا كانت مصابه، هون في توصيات خاصه لها كيف تقوم بعمليه الارضاع، كيف تعزل ذاتها، معلش التواصل الحميمي بالنظر بالعين والاحتكاك المباشر وهي عم ترضع وليدها، لا نبتعد عنها هي الفتره، تدير وشها لثاني جهه، تحافظ على الماسك، تغسل ايديها قبل وبعد عمليه الارضاع، اذا ظهرت عندها اي اعراض تعزل وليدها عنها، تعزله لوليدها عنها. نعم. هي نصيحه. الشيء الثاني بدي اقوله مهم كثير، مثل كل البلاد ومثل كل وقت ببلدنا. نعم. في عندنا نسبه من المرضى بيحتاجوا لعمل جراحي، يلي عنده عمل جراحي بارد نصيحة يأجلها، اللي معلومة جدا هامة وخطيرة بدي أقولها هلا بثواني. إنه إذا عنا واحد مريض هو عنده كورونا يعني مصاب ولكن غير عرضي، لما بيدخل على العمليات الجراحية التخدير العام سيؤدي لتفعيل الإصابة عند 20% وتكون قاتلة بنسبة 20%. نعم. شكرا من كورونا. المعلومة. شكرا كثير دكتور أكرم لهذه المعلومة، يمكن أنا أول مرة بسمعها، وأكيد. نعم. إن شاء الله يكونوا هذا آخر بحث. إن شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا هيك يستفيدوا اليوم من هذه المعلومات. دكتور أكرم الأحمر، بدنا نتمنى لك يوم جميل وكل عام أنت بخير بمناسبة عيد العمال، كمان فينا نعتبر أطبائنا أيضا عاملين ولكن بمنحة آخر يعني، وأيضا بهذا الشهر الكريم نتمنى لك الصحة والسلامة لك ولعائلتك جميعا، وإلكم وإلك ولنرمين ولكل الإخبارية الجميلة الراقية المحترفة بجد، ولشعبنا ورئيسنا وجيشنا يا أمين. رب يا رب كل عام تبقى ألف خير. بدنا نشكرك كثير دكتور، يعني بالختام بس بدنا ننوه انه في عبارات مثل خلصت مع ارتفاع نسب الشفاء بالكورونا بسوريا، ملينا، ما عاد بدنا نتبع الاجراءات الوقائيه، هي ممكن تودينا لاماكن نحن اكيد ما بدنا نوصل لها، الحذر واجب والتباعد الاجتماعي هي اهم خطوه. بدنا نشكرك كثير دكتور، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا.